مدرب او عفوا بخصوص اللاعبين والصفقات الجديده، والسؤال الابرز دلوقتي برضو مع حته المدرب عند كل جماهير النادي، كل بيقول يا جماعه فين صفقاتنا، فين اللعيبه اللي هنتعاقد معاها. المؤكد برضو ان الناس شغاله في الملف ده، وباذن الله باذن الله هتسمعوا اخبار جيده بخصوص الصفقات الجديده. امتى؟ الله اعلم. في اسماء مطروحه بقوه، طبعا في اسماء قريبه، طبعا في اسماء قريبه جدا، في اسماء لسه لم يتم الاستقرار عليها، وارد يعني بشكل كبير، في اسماء خلصت ويعني تم الاتفاق، اكيد الاعلان هيكون في الوقت المناسب يعني. فالناس ماشيه في النادي في طريقين، طريق مدرب وطريق ايه اللاعبين، الصفقات الجديده، العناصر اللي هتدعم صفوف الفريق. فان انت تبقى ماشي في طريقين في وقت ضيق زي ده فيها صعوبه، بس الشطاره انك تختار صح وبشكل سريع، واحنا واثقين باذن الله في المسؤولين داخل النادي الاهلي ان هم يقدروا يحققوا المعادله الصعبه دي، يعني رغم ان ايه ان القصه مش سهله على الاطلاق يعني، القصه مش سهله خالص. فباذن الله واحد احد الامور تكون جيده، وان شاء الله جمهور الاهلي يطمن خلال ايام قليله على كل ما يشغل بالهم من تعاقدات مع اللاعبين وايضا مع المدير الفني الجديد.